يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيكم. حلقه في يوم خاص جدا، يوم ممكن تقول كده او تقدر تقول بتستناه من السنه للسنه، ملحمه كرويه ينتظرها عشاق النادي الاهلي النهارده، وملحمه تكتب في اللحظات دي في استاد القاهره من جماهير النادي الاهلي. 50,000 مشجع اهلاوي في ظهر لاعبتنا وفرقتنا النهارده في مواجهه الوداد الاهلي بقياده مارسيل كولر الذي اقنع وامتع جماهير النادي الاهلي واثبت جدارته الحقيقه في قياده المارد الاحمر في مشوار اكثر من ناجح في بطوله افريقيا النهارده في مواجهه الوداد المغربي في مباراه الذهاب للنهائي. ليه الايام دي الادرينالين بيبقى فيها عالي؟ ليه الايام دي بيبقى ليها طعم مختلف؟ ليه في احساس المره دي الحقيقه بثقه رغم صعوبه اللقاء؟ ما زلنا بناكد طبعا مواجهه الوداد في مباراه نهائيه بالتاكيد حتى وان كانت على أرضنا وفي وسط جمهورنا هي بالتأكيد مواجهة صعبة وليها حسابات مختلفة، لكن رهنا على حاجات كتير، رهنا على مستر مارسيل كولر الذي يقود الأهلي أو سفينة الأهلي بنجاح جدا في هذا الموسم، رهنا على تألق الفريق وعروضه القوية وقوته وجدارته الهجومية والدفاعية بالأرقام في آخر مبارياته، رهنا على 50,000 مقاتل بيمثلوا ملايين الأهلاوية موجودين النهاردة في استاد القاهرة، ورهنا على أداء وروح لعبت النادي الأهلي الموسم ده. سيبك من البطولات المحلية وسيبك كمان من مشوار الأهلي في أفريقيا، إذا ما تحلى وإذا ما ظهر الأهلي بالمستوى وبالحالة البدنية والفنية اللي ظهر عليها في كأس العالم، مع كامل الاحترام لكل المنافسين على الساحة الأفريقية، مفيش فريق يقدر يقف قدامنا. والثلاث ساعات دول يفرقوا معانا كتير جدا، هنتابع فيها معاكم لحظة بلحظة، هنروح لمقر إقامة الفريق وهنروح لملعب استاد القاهرة نطمن وننقل لحضراتكم الأجواء ما قبل المباراة المتبقي على بدايتها وانطلاق صفرة الحكم فيها ثلاث ساعات. هنستقبل النهاردة واحد من الكباتن الكبار الحقيقة، الكابتن الكبير عادل طعيمة هو اللي هيشرفنا النهاردة في السادسة، وهنتكلم معاه على سيناريو المباراة وكيف يفكر كولر وفاندن بروك في المواجهة المصيرية الليلة. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل ونبدأ حلقتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.